حسين يا فندم، حكمت المحكمة القضائية بمعاقبة المجتهد غفر فرعون غفر بيان السجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عما هو منسوب إليه، وأمرت بمصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار وألزمته المصروفات الجنائية. أحمد حسن نجدي محمد لاديسلاف أوسكار وشهرته ولادي مدحت ميشيل جرجس طبيب بطرس رؤوف بطرس غالي القضية الثانية بتاعت الآثار. حكمت المحكمة القضائية بكل من المتهمين الأول أحمد حسين نجدي محمد والثالث مدحت ميشيل جرجس صليب والرابع بطرس رؤوف بطرس غالي وغيابيا المتهم الثاني لاديسلاف أوسكار وشهرته ولادي بمعاقبتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة لكل منهم 1,000,000 جنيه عما هو منسوب إليه، وأمرت بمصادرة الآثار المضبوطة لمصلحة المجلس الأعلى للآثار وألزمتهم جميعا المتهمين بالمصروفات الجنائية. مالهاش يا باشا.